ان مسيو دي جي اس هو اللي حفز ليكيب، هو اللي طلب من الفريق باش يلعبوا، وقال باللي بعد المقابله غادي نحل لكم المشاكل. رد فعل حضاريه، هذه صراحه حنا نتوجهوا لسعاده الوالي بهذه الكلمه. مسيو الوالي روح تشوف الفريق ليكيب تاعك واش هي الظروف اللي تخدم فيها، وذاك الوقت الا كان ما استحقوش الاعانه اون با بيزوان، الا كان نستحقوا انا مأكد مسيو الوالي الفانو زيدي.